مساء الخير، على ورق معاكو. وزي ما اتفقنا معانا نجم دايما، او معانا نجمه ومعانا قضيه، ساعات معانا نجمتين ومعانا قضيتين. ما دام معانا قضايا يبقى بنتناقش، وبنتناقش يعني بنتكلم. الكلام لما بيبقى مثير بيبقى حلو جدا، لكن لما بيبقى من القلب بيبقى احلى بكتير جدا. واحنا نجمتنا ما تعرفش تتكلم غير من قلبها. على فكره نجمتنا مفاجاه النهارده بدون مقدمات يا ليلى. احلى كلام. يعني احنا في برنامجنا مش متعودين نقدم ونقول، لانه لو قدمناكي هنبقى عايزين حلقه. ربنا يخليك يا محمود. عملنا شغل حلو قوي في رمضان الحمد لله، والحقيقه المسلسل عليه اقبال جماهيري رائع، وعليه تحيه من الناس جامده جدا، لكن عليه برضو تحفظات. ما فيش عمل من غير ملحوظات ومن غير تحفظات، وده بيفيد للعمل اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا عايز اقول لك حاجه، قالها لي اسامه انا راكاش، قال لي انا التجريب في التلفزيون خطر. يعني انك تجربي تعملي عمل، العمل ده عمل فيه تجريب، يعني اللي هي بداية المسلسل اللي هي نص دقيقة دي قبل المقدمة، الناس يعني ضايعة فيها خالص، مش قادرين يستوعبوا ايه الموضوع. بعد كده لما بتخشي انت بقى وتبتدي تبقى فيه قصص وحكايات، الناس بتخش معاها. انا عايز اعرف انت ازاي غامرتي ووافقتي على الحكاية دي. انا بحسبها مغامره، ما اعرفش انت رايك انها مغامره ولا ايه. يعني طبعا لا، يعني هو اي عمل اعتقد ان هو بيكون مغامره، حتى لو كان عمل عادي. اجتماعي تقليدي تيمه معاده ومتعالجه بشكل جديد، اي حاجه فيها مغامره. يعني بس ده يمكن نسبه المغامره عاليه شويه، لانك حتى بتكبري قوي في المسلسل. بس مش هي دي المغامره اللي فيه، يعني هو يمكن اسلوبه جديد. وهي دي المغامره اللي فيه، وانا اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نقدم حاجات باسلوب جديد وبمعالجه جديده وبشكل جديد. يعني طبعا يمكن انا بحترم جدا راي الاستاذ اسامه انور عكاشه في ان التلفزيون مش متعود على كده، وان في منتهى الخطوره. بالظبط. والناس انت عارفه غالبيه جماهير التلفزيونات بتبقى ناس بسيطه، وتحب الحاجات تبقى متقدمه سهله، يعني ما فيهاش يعني ابعاد ولا رموز ولا. المسلسل مليان الحقيقه شغل بالشكل ده. بس محسوس كويس قوي. يعني الحدوته ومشكله كل شخصيه او تكوين كل شخصيه باينه ومفهومه ومحسوسه. بس انا عايز اقول لك حاجه، وخلينا يعني يمكن الكلام ده يبقى مناسب انه يتقال لمحسن زايد المؤلف الكاتب الرائع، يعني اللي عرف يغزل شغل الكاتب الكبير نجيب محفوظ. لكن الشخصيات اللي موجوده في المسلسل بتقفز سريعا، يعني انا ما لحقتش استمتع مثلا بشخصيه احمد ماهر، عامل شخصيه حلوه قوي قوي قوي، وسوسن بدر اتخطفوا على طول، حد هيفتن يعني علينا. بقوا في حديث المساء بسرعه، يعني ما لحقتش. وانا هتخطف برضو، كلنا بنتخطف. ما دي مساله بتخلي مشاهد التلفزيون يعني مجرد ما بدا ينسجم مع الشخصيه ويعيش معاها، ولذلك في انسجام رائع مع عبله، لان عبله من الاول وماشيه معاهم حته حته ان شاء الله. للاخر. للاخر كمان. للاخر. فمساله ان يظهر حد هي الوحيده اللي، سوري مقاطعه كلامك، يعني افتكر يعني عمرها بيبقى لغايه 110 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. حاجه كده يعني لو انا فاكره صح يعني. بس انا عايزه اقول حاجه بمناسبه الاعمال التلفزيونيه. يعني طبعا الجمهور متعود على حاجات معينه وكده، بس احنا بنطالب ان احنا نغير. الدنيا بتتغير، والمعالجه في العالم كله بتتغير مهما كانت التيمه. اوكي. فانا شايفه ان لو كل معظم الاعمال اللي هي مشيت في السياق العادي، في السياق العادي، يبقى احنا ما بنفتش لا الجمهور ولا بنتقدم كمان بشكل ان احنا نطور فكر الجمهور. يعني انا اعتقد لما هيكون في عمل كده بالشكل ده، الناس تفكر فيه والناس تتساءل تقول هم يقصدوا ايه. ده مهم طبعا. جدا. ده يفيد المسرح، يفيد السينما، يفيد لمخ البني ادم نفسه. بشرط. أيوة. بشرط ان هو يكون فيه استمتاع. وبعدين حتى انا بقول، طب احنا مثلا لما بنعمل مهرجان التجريبي، المسرح التجريبي بتاعنا، مش احنا بيبقى فيه مثلا ربع ساعه ايام المهرجان؟ ايوه. في ناس بتتفرج عليها. ما هو في ذوق ناس عايز كده كمان. طبيعي. محرومين. طبعا محرومين من ده. انا شخصيا مستمتع. وانا بقول نبتدي واحده واحده، نبتدي ندي 5% حاجات تشغل مخ الناس، وبعدين 10%، وبعدين 20، وبعدين 30. وانتي وهيفضل ده موجود. وانا من ضمن يعني المعالجه الجديده والاحداث السريعه، وال انك لو ضاع منك مشهد ممكن يفوت 40 سنة، ممكن يفوت منك فعلا 10 سنين. فترة زمنية يعني ممكن طويلة. يفوت 10 سنين. لا مش 40، 10 سنين. وما تلاقيش ثلاث شخصيات بالمسلسل، ممكن وتلاقي شخصيات جديدة. انا عاجبني ده.
لان احنا اعتدنا ان مسلسل التلفزيون تتكلم في التليفون وانت بتتفرج وتشرب كوبايه الشاي وتقوم تعمل والدنيا زي ما هي يعني بالزبط. والمسلسل زي ما هو ما حصلش حاجه يعني طب مش ده احنا مش ده النقاد كلهم بينقدوا والجمهور كمان ساعات بينقدوا. انا بصي هقول لك انا محترم جدا ده بس انا بخاف لانه مش بخاف انما بحس ان انت كليلى علوي محتاجه تقربي للناس اكتر دايما طول الوقت زي ما انت ده مبدئك طول الوقت فدوت يخليكي ممكن الناس تبقى يعني قلقت شويه من المسلسل قلقت من ليلى ولا انت حاسه ان ده ما حصلش؟ لا ما حسيتش انها قلقت من ليلى ولا قلقت من المسلسل بصراحه يعني يمكن يكون اللي بتقوله ده بس ما وصلليش لا من الشارع لا من اللي حواليا. انا بصراحه انا سائل قبل ما اجي وسائل الناس انا بحب اسال قرايبي ويعني ناس بسطاء عاديين بيتفرجوا مش نقاد ولا حاجه شايفين ان المسلسل ملفت للنظر ويعني يشد الانتباه طب. لكن في حاجات مش فاهمينها وفي حاجات بس هيفهموها مش هيلحقوها مش لاحقينها عشان مش متعودين على التركيز للمشاهده على التركيز في المشاهده. لما جالك المسلسل ده وافقتي عليه على طول؟ يعني الورق لما جابوا لك محسن زايد عجبني على طول على طول مباشره وحييت الاستاذ محسن زايد على المعالجه الجميله اللي هو عاملها شغل رائع وانه حاجه جديده للدراما وفعلا انا يمكن حتى قلت الكلام ده قلت يمكن ده اول عمل فيه معالجه وشكل جديد للدراما التلفزيونيه من 20 سنه على طول يا ليلى رغم ان انت بتترددي جدا في المسلسلات. لا اترددت ممكن اكون قعدت فتره متردده يمكن قعدت شهر قبل ما اقرر واتكلم مع دكتور محمد العدل واتكلم مع احمد صقر ومع جمال العدل ومع استاذ محسن زايد وكده لكن اترددت يعني انا هعمل ايه لان كانت كل الحلقات لسه كمان مش كامله. يعني انت خدتي فكره بس لا خدت فكره على جزء على نص المسلسل بس انا يعني فهمتي روحه بالظبط لا روحه موافقه عليها جدا والمعالجه موافقه عليها جدا والحوار جديد جدا وده من الحاجات اللي كانت شداني والسيناريو يعني زي السينما يعني طبعا يمكن الساده المشاهدين ما انت فاهم قصدي يعني اليمين غني جدا جدا بالتفاصيل والمعايشه اللي تخدم الممثل والمخرج والديكوريست والاكسسوار والارت دايركتور وكل الكلام ده نادرا لما بتلاقي عمل مكتوب بالشكل ده حاسس ان في ثراء في العمل يعني طبعا يعني الاصل كله جاي من روايه الاستاذ نجيب محفوظ ربنا يخليه لنا يا رب طبعاً. لكن قد كده معايشه محسن زايد لهذا العمل قد كده كان فيها عمق وكان فيها تفاصيل غنيه ومفيش شخصيه شبه الثانيه خالص كل واحد ليه لغه الحوار بتاعته كده ده حقيقي وده جميل الحقيقه انا كان عاجبني قوي بصراحه انا عايز اقف معاكي على مشهد بقى يعني شفته النهارده يعني المشهد اللي انت فيه بيموت ده انا عيطت النهارده عطا عيطت انت بتشوف المشهد ده انا عيطت وبعدين استاذ احمد خليل كلمني بعد الحلقه قلت له وقت الشر عليك وقعدت اعيط قال لي في ايه قلتيها جد لا بس انت مقتنعه بالمشهد ده انا الحقيقه ما قدرتش اقتنع بيه قوي يعني ليه ما صدقتوش؟ قصه الحب العنيفه دي ما صدقتوش؟ لا مش ما صدقتوش بس يعني اتخضيت ان ده يبقى تصرفك يعني لانه قصه حب عنيفه فانت بمنتهى البساطه دخلتي الاوضه وقفلتي عليه الباب ورحت سلمتي عليهم وبوستيهم لا مش بالشكل ده مش بالبساطه لا مش بالبساطه بس يعني انا كنت متصور انك لا يعني عملت المشهد كويس بس ولا لا طمني الاول لا المشهد كان حلو لا المشهد لا يعني معمول حلو لان ده اللي مكتوب ده اللي مكتوب عاملاه حلو جدا بس انا بقول لك انا كنت متصور رد فعلك كواحده عاشقه للراجل طبعا يعني انت قصه الحب دي ما انت لسه ما شفتش بكره ما تحكمش بسرعه في شغل شوف بكره شوف بكره وكلمني في التليفون قول شوف بكره وكلمني انت ما قلقتيش من انك انت تعملي قصه حب كده على الشاشه مع احمد خليل وتتجوزي راجل الصرماتي زي ما بيقولوا المراكيبي المراكيبي ما قلقتيش من التركيبه دي ان الناس ممكن ترفض الفكره دي ان الست الغنيه جدا والجميله جدا في نفس الوقت تتجوز حد بالشكل ده ما بتحصلش في الواقع لحد عصرنا ده ما بتحصلش بتحصل بتحصل ما هياش قاعده لكن بتحصل وبعدين اهم في حاجه فيها ان فيها حاله حب بجد وحاله ثقه وبعدين هي ما اتجوزتوش على طول يعني انا اللي عجبني جدا ايه اللي ده كان رائع الحقيقه اللي عجبني جدا الفكره انه يروح يجيب سنه وتوظفه سنه وما تشوفش وش ولا تسمع عنه اخبار يعني شوف قد ايه يعني ودته المجوهرات عشان تشوف يعني لو هو طمعان وعايز ثروه يبقى خدها ولو هو سافر وتغرب وشاف اللي احلى منها ويقدر يتجوز اي واحده هيتجوز لكن ده رجع بالصيغه بتاعتها وعمل عليها ثروه والتزم وعاش اكتر
فكون الست تلاقي الثقة دي والأمان ده وإن واحد بيكبر ثروتها والحب ده يعني أعتقد أنت زي الأمراء في المسلسل يعني وانت يعني أميرة في الحياة مش قوي كده تعملي كده؟ لا والله لا تعملي كده؟ أعمل كده؟ والله لو بال يعني مش هقول لك هتجوز احنا بس الاول اتفقنا قبل التسجيل ان احنا قاعدين قاعده على راحتنا بص هقول لك حاجه يعني طبعا مش هتجوز مراكيبي او كده لان لازم يكون في حوار ولازم بس ده الزمن اللي فيه الاحداث غير الزمن ده ويمكن انا كمان مش بقوه هدى الالوسي هدى الالوسي شخصيه قويه جدا وذكيه جدا يمكن انا مش في قوتها وبذكائها لكن اعتقد ان انا لو لقيت الصفات اللي موجوده في شخصيه عطا وكان اقل مستوى مني اقل مستوى مش وعيا اوكي اعتقد ان واي نوت بالعكس تعمليها ليلى اعملها يا محمود جدا انت يعني انت جباره وتعمليها الحقيقه ولو ان انت عندك مشكله في الحكايه دي بس دي هنتكلم عنها بعدين زي ما يعني مش هنخش في خلينا برضو في المسلسل إن شاء الله وفي اللبس اللي انت لبستيه ان شاء الله مفيش مشاكل لا خالص مشاكل ان شاء الله اللبس اللي انت لبستيه وده عامله هاني البحيري ومصمم ازياء رائع انا عايز اعرف هل ده كان لبس العصر طبعا كان لبس العصر ازاي عرفت ان ده لبس العصر انا الحقيقه شاكك انا مش عارف قوي لا بس لا شاكك لا. اقول لحضرتك عايز اعرف لان ده سؤال بيساله الناس يعني كتير. بالصدفه انا جنبي واحنا مش متفقين طيب. خالص مش مجهزين حاجه بص هنا مكتوب ايه من 1890 انا عندي ده المرجع اللي موجود حاليا يعني ودي ده معانا وده الفستان معانا يا استاذ باسم اللي كنت النهارده فيه في الفرح فرح اولادي هو بالظبط فانا حتى الاكسسوار حتى العقد والحلق فانا دكتوره ساميه عبد العزيز جابت لي كم مرجع بصيت عليهم وانا سافرت مخصوص عشان اجيب اكسسوارات وبرانيت وجوانتيات والحاجات دي وكده وجبت مراجع تانية للشعر بس مراجع للشعر من سنه 1000 انت عملت ده لوحدك مش حد انا بحب ده انت ناسي في مهلبيه الله يرحمه مع رشدي حامد لما قعدنا وعملنا الديزاين وجهزنا الحاجات بمراجع برضو تسريحات الشعر ولكل الفيلم انا غاويه ده يعني انا نفسي اكون ارض اشتغل والله نفسي يعني انت بتعمليها بعملها في شغلي بس ساعات من كتر ما انا بحب يعني زملائي وزميلاتي وبغير عليهم ببقى نفسي احقق يعني اساعدهم في ده كمان ده معناه ان انت يعني عندي الروح ده اللي عامله لبس كمان حلو قوي بالمناسبه رغده عامله اللبس والشخصيه وتسريحات الشعر يعني برضو عاملاها صح جدا انت بتشوفي المسلسلات الثانيه عندك وقت تشوفي انا في رمضان بتفرج على المسلسلات كل المسلسلات بس سؤال سخيف لو سألت كده رأيك في المسلسلات وإيه رأيك في شغل فلان وشغل علان ويبقى سؤال بايخ أنا عجباني قوي وعاجبني البر الغربي عجباني رغدة جدا الكاستنج 100% فاروق مدام سناء جميل عبلة جبارة سناء جميل تعمل مشاهد صغيرة كده بس فظيعة. الحقيقة رائعة فظيعة لما بتقول له الولد جالك وهو لما راح لها بالولد كان فظيع يعني بوسينة رشوان وسوسن طبعا سوسن كمان عندنا عاملة حتة شخصية ما انا سالت اول لما ماتت الحقيقه مش ممكن يعني بجد انا كلمتها ويعني عامله الشخصيه صح من اول المرحله وفي كم مشاهد مش كتير لا خالص هو ده الممثل وهي دي القدره طبعا طب قولي بقى اقول ايه لسه ما كملناش بقيه المسلسلات وعاجبني مسلسل يحيى الفخراني كلها عجبتك؟ ما انا قلت لك من الاول هو سؤال بايخ عجباني المسلسلات يعني حاسه ان المسلسلات فيها تنوع مفيش مسلسل شبه التاني لان ساعات بتصادف بالصدفه طبعا بيبقى مش مقصود طبعا بيبقى في حاجات قريبه من بعض انا شايفه ان ما هو البر الغربي في حاجه قريبه منكم يعني قصه الحب اللي يعني اللي هي فيها اختلاف بس اصل هو المسلسل عندنا مش قصه الحب بس لا طبعا ما انا بقول لك في حاجات بس هو مش شبه الحاجات يعني لا ولا المقصود اللي يقصده الاستاذ جلال عبد القوي هو اللي يقصده الاستاذ نجيب محفوظ او محسن زايد يعني لا مختلف خالص طب يعني. ممكن تقولي لي حاجه ما عجبتكيش؟ لا مش ممكن لا طب جدعانه كده عشان احنا في رمضان تصدقي على البرنامج يعني اصل انا ما بيجيبنيش ما بتفرجش عليه فانا بتفرج على كل المسلسلات فيبقى كلهم عاجبيني يعني انا مش موافق قوي انما انا عادي يعني عاجبني حسين الامام جدا حاسه ان هو مفاجاه في العداله يعني يحيى الفخراني طبعا عبقري الموضوع انتهى من زمان خلاص يعني ده مش محتاج نقاش ولا كلام ولا حاجه عاجبني احمد سلامه واحمد زاهر
رجاء الجداوي بس انا في هقول لك حاجه مش عجباني وبعدين وافق يعني مش عايز احرجك معايا. انا مش عاجبني اكتر من مسلسل ومش عاجباني الموضوعات المطروحه الحقيقه في اكتر من مسلسل. يعني موضوعات إيه؟ موضوعات عاديه جدا. زي يعني اقول لك اسماء؟ انا انت هتساليني انا؟ انا اقول لك حاجه متولي ما عجبنيش خالص الحقيقه بس عاجب الناس. يمكن يعني انت مش عاجب. ما هو ده هو ده يعني اللي احنا بنقوله عاجب الناس جدا وبالذات الرجال. يعني هو اصل هو عاملينه هو الحقيقه. بص يا ليلى هم عاجبهم افيه يعني هم مش مستمتعين بالحكايه بس عاجبهم افيه ان الراجل بيتجوز كتير ومش عارف ايه فاحنا عمالين نضحك نور الشريف اتجوز مين امتى واحنا نعمل زي نور الشريف وحاجات زي كده. لكن كعمل فني له قيمه وتقدير ويعني عمل راسخ ما تتورطيش معايا انت بره الموضوع. خلينا احنا نخش نكمل. انا شخصيا شايفه ان انا عاجب الناس جدا وان نور طبعا يعني جميل جدا وفظيع فيه وماده زكي هايله وفادي عبد الغني كانت لذيذه جدا. انا طبعا لسه ما شفتش بقيه الحلقات يعني ما اقدرش اقول على الباقي. من دقه قلب او زهره والمجهول للنهارده ومشوار ليلى علوي ومشوار طويل. في انا عشت معاكي وده من حسن حظي انه في مطبات وفي يعني صعود وفي يعني حاجات كويسه جدا وفي حاجات ما كانتش كويسه جدا. انا عايز اسالك على حاجه. انت عملت سلسله افلام مع رأفت المهي. هي افلام انا رايي انها كويسه لكن ما حققتش ايرادات خالص يعني ما عملتش الايرادات المطلوبه بالنسبه لليلى علوي. لا مش كلها يعني مش كلها. بس في اكتر من فيلم ما كانش موفق. لا هو الإرادات. فيلم واحد بس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ست الستات. تفاحه برضو ما تفاحه عمل ايرادات كتيره جدا كبيره جدا غير ما كنا اكتر مما كنا متوقعين. لا عمل ايرادات كبيره جدا تفاحه وممكن نجيب لك الايرادات. لا خلاص يعني. لا عشان مش بنتحاسب. تفاحه نجح نجاح اكتر من اللي كنا متوقعين. يليه قليل من الحب. يليه ست الستات. بس انت مؤخرا من سنتين ثلاثه كان نزل لك فيلم وعمل مشكله اللي هو رجل له ماضي. نزل لك اعلان في التلفزيون ما شفتوش وكان الاعلان مشكله. انا ما شفتش الفيلم ده بسبب الاعلان. الاعلان الفظيع ده اللي هو نزلوا لك رقصه في الاعلان وانت اصلا رقصتي في الفيلم رقصه واحده. رقصت نص رقصه كمان. نص رقصه بقت هي دي اعلان الفيلم. كانوا فاكرين ان ده اللي هيجيب الناس بس ما الاعلان مهم جدا. كانوا فاكرين ان ده يعني طالما هرقص الناس هتيجي. محدش راح. انت نفسك ما رحتيش. انا ما شفتوش. ما شفتيش. ما شفتوش. الحكايه دي حصلت كتير يا ليلى في اكتر من فيلم. لا لا يعني لان في مثلا في العشر سنين الاخرانيين لا ما حصلتليش خالص. وفي الاول كنت صغيره وبتعلم يعني كان لسه يعني بدايه مشواري يعني ما اقدرش اقول ان انا كنت مسؤوله عن عن فيلم او عن شباك التذاكر او طبعا في البدايات يعني. انت مسؤوله عن دورك انما انت دلوقتي اصبحتي مسؤوله عن طبعا. انت فتره من الفترات ايام يعني ما من مثلا نقدر نقول 10 سنين كده قلتي انه انا الرابعه. ازاي الرابعه في ايه؟ هشرح لك. يعني عادل امام وناديه الجندي واحمد زكي وبعدين انا. عمري ما قلت كده. ما قلتيش كده خالص. عمري ما قلت كده. يعني انت عمرك ما رتبتي نفسك؟ لا عمري قلت كده ولا عمري رقمت اي حد خالص يعني. انت بترفضي حكايه الترتيب دي. وبعدين انت عارفني كويس يا محمود يعني انا عمري ولا بحب الالقاب. الحقيقه انا لقيته في حوار فحبيت اسالك. ولا عمري بحب الالقاب. ولا عمري بحب ان انا ارتب لاني انا بقيس كل واحد بقيس كل واحد بايه بقى؟ بالعمل اللي بيقدمه. بالعمل اللي بيقدمه. وبعدين برضو كنت عايزه اعلق على حاجه مهمه انت قلتها. ان انا في مطبات في حياتي. في مطبات طب اي حد كده. اي حد كده. بس انا النهارده معاك انت بقى. ايوه يعني ده طبيعي. يعني الغير طبيعي ان انا افضل ماشيه كده على طول. ما ينفعش. مفيش حد لا في تاريخ السينما المصريه ولا تاريخ السينما العالميه ولا الثقافه ولا الادب ولا السياسه حتى ولا حد خالص بيمشي كده على طول. ده ضد القاعده. وضد الطبيعه. مفيش حد كده بالظبط بالظبط. بس انا كنت يعني احب لكن الحمد لله الحمد لله ان انا لو مثلا رصيد افلامي مثلا 65 فيلم هقول مثلا الحمد لله الحمد لله ان انا راضي على 50 فيلم. ده كويس قوي. ده انا بعتبر الحمد لله ده كويس. ولو انا مثلا اشتغلت 15 مسلسل هقول الحمد لله ان انا راضي على 13 مسلسل. طيب ده حاله رضا. طيب انا شايفه ان انا يعني ويمكن ده اللي بيخليني ما بشتغلش كتير الفتره الاخيره. ما بتشتغلش كتير؟ لا يعني من 89 من 89 بقدم مسلسل كل ثلاث سنين او اربع سنين. المسلسلات انت قليلة بس في فترات كنت بتعملي افلام في السينما اكتر من فيلم في السنه. فيلم او اتنين بالكتير باستثناء يمكن سنه واحده بس اللي كان فيها
يعني كذا حاجه كويسه ما يعني لا ما كانتش تتفوت. يعني الرضا ده ليلى بتجيبيه من يعني من مشاعر خاصه بيك انت ولا من عيون الناس ولا من ايرادات بتحققها الافلام؟ يعني انت ازاي بتبقي راضيه عن النسبه العاليه دي من الافلام؟ طبعا اول حاجه من شعور الناس. تاني حاجه يعني دخولي العمل اصلا بيبقى من جوايا انا. وبيجي بعد كده حالتين، يا اما انا اكون بعد تصوير هذا العمل وعرضه راضيه، او الرضا ده قليل. وكمان حاجه ثالثه، ان يمكن عمري ما لقيت فيلم انا عملته كنت راضيه فيه 100%. ما حصلتش خالص؟ لا خالص. بما في ذلك يا مهلبيه، بما في ذلك يا مهلبيه، بما في ذلك اي فيلم. انا بس انا معلوماتي ان ده الفيلم ده انت عملتيه بمجهود جبار. ايوه يعني. ما انا عايز اقول لك حاجه، انا ما بقصرش في مجهودي ابدا يعني. ربنا يعلم. لا بس ده الفيلم ده انت كمان حطيتي فلوسك وانتاجك ويعني. لا ما فيش يعني، قصدي ما بقول يعني، ده ما اقول كان ممكن هنا يكون اكتر، كان ممكن يكون كذا، كان ممكن اعمل كذا، المره الجايه هاخد بالي. يعني فاهم قصدي ايه؟ اه يعني انت موافقه على تعبير بيقوله قاله عادل امام انه مفيش فنان بيروح يعمل عمل وعارف انه هيطلع وحش، مفيش حد بيعمل كده. لا طبعا. بس انا رايي ان فيه بصراحه، يعني رايي ان في فنانين بينزلوا يعملوا يعني اعمال. بس يعني انا ماليش دعوه بغيري، بس انا شخصيا لا، انا شخصيا لا. بتقولي ان ظروف الجيل الحالي اللي هم طبعا منى وحنان واحمد وهنيدي ظروفهم احسن من ظروفكم. انا الحقيقه يعني استوقفني التعبير ده وعايز اعرف ازاي يعني ظروفهم احسن. لا يعني اللي انا اقصد بيه مش ظروفهم هم بالتحديد، الظروف العامه دلوقتي، ظروف السينما النهارده. النهارده لا بالعكس، يعني انا بشوف ان موهبه حنان ومنى لسه ما جالهاش النص اللي يخدمها. تمام كده اوكي، لان بيعملوا افلام حلوه قوي وادوار دمها خفيف جدا، و يعني ادوار محسوس فيها قيمتهم مواهبهم قدرتهم أيوة. التمثيليه والموهبه بتاعتهم. لكن لسه ما فيش النصوص اللي طلعها حتى احمد سقا كمان. يعني احمد عنده طاقه تمثيليه فظيعه جدا، ده صحيح. برضو لسه يعني، لكن انا اقصد من ناحيه تانية كصناعه سينما مش كصناعه نجوم. ما هو ده اللي انا عشان كده انا كنت عايز اسمع رايك، لانه انا حاسس ان هم عندهم مشكله. يعني احنا في الثمانينات كانت دار العرض كانت أسوأ حالا. يعني ما كانش فيه العائلات والناس النوعيه دي من الجمهور، من كان غايب عن الجمهور. ده صحيح. صح ولا لا؟ ده صحيح. ما كانش فيه كم السينمات، كان الصوت وحش جدا في السينمات. ما فيش مثلا ثلاث بنات يقدروا لوحدهم يخشوا، الكلام ده حصل يعني من خمس سنين تقريبا، أو تقريبا تقريبا يعني ابتدت سينمات بمستوى معين بالزبط. بيقدر يروحها كل الشباب ومفيش مشاكل، والعائلات كمان تخشها. نمره دي نمره واحد، ده ميزه عندهم، ده ميزه. ميزه مش عندهم، ميزه للصناعه السينما عندهم كلها. يعني انا بقول مجازا يعني بالزبط. انها تبقى ليهم يعني. تاني حاجه ان كان في كم منتجين اكتر قبل حرب الخليج. يعني من ابتداء من حرب الخليج ابتدت المنتجين تقفل مكاتبها وتبطل وتقول لك لا ومش مضمون ومضمون، لان كان في مشكله في التوزيع، لان كانت مش الفيلم المصري كان بيعتمد اساسا على الاعلانات، على التوزيع الخارجي. خارجي واعلاناته طبعا. على التوزيع الخارجي. أيوة. وايراد الفيلم الداخل ما كانوش بيفكروا فيه كفايه، لانه ما كانش لدرجه ان انت لو تفتكر ان احنا عملنا كذا ندوه طبعا في الاهرام ومع الاستاذ محمود عبد العزيز والملك فريد شوقي الله يرحمه ومحمد رمزي، وقعدنا كنا بنتكلم يا جماعه اوروبا بتجيب ايرادها الاول من جوه، من الداخل وبعدين من قنوات التلفزيون وبعدين من الخارج. لان احنا مش امريكا ولا احنا الهند. انت ايه رايك ان الفتره اللي فاتت دي بقى لنا يعني سنتين ثلاثه والسينما تضحك، وانت قلتي مره ان السينما مش معقوله تفضل تضحك، بتبقى ضحك في ضحك ما ينفعش. يعني السينما ناقصه سينما. السينما دي حلوه بس ناقصه سينما. عايز تعليق؟ وده ابتدى، وده فعلا هو ده اللي انا قلته وابتدى يحصل. يعني لقينا في ارض الخوف، لقينا في فيلم رضوان الساحر الاستاذ محمود عبد العزيز، رضوان الكاشف عمل جو شويه كويس في دمشق. في فيلم بحب السيما لأسامة فوزي اللي انا مشتركه فيه انا ومحمود حميده، وبطل طفل بطل طفل صغنن رائع. في فيلم داود عبد السيد الجديد انا لسه ما شفتوش. يعني اقصد ان في فيلم السادات طبعا.
محمد خان يعني ابتدى بدأ يحصل تحسن شوية ابتدى وده عادي ده بيحصل ده بيحصل وبعدين برضو هتلاقي حتى ان افلام الضحك ابتدت كل فيلم بيبقى احسن من التاني شويه بيبقى فيه موضوع اكتر بيبقى اصحاب ولا بيزنس مثلا. انا سرحت خالص الحقيقه معلش ما تزعليش مني انا سرحت خالص منك لانك قلتي تعبير يعني خضني انا شخصيا على الولد قلتي ولد جميل جدا 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 فانا سرحت في علاقتك الفظيعه بالاطفال وان انت ما اتجوزتيش وما خلفتيش لغايه دلوقتي ما ان شاء الله هيحصل وبعدين دي ليلى علوي احنا عارفينها دول الناس ما تعرفش دول مين دي فرح بنت اختي ودي هنا بنت اختي الصغننه دول ولادي انا عارف طبعا الخاله ولاده بيقولوا طبعا دول يعني كل حياتي في طفل كمان ظهر فجاه في حياه ليلى علوي في حياتنا كلنا مش في حياة ليلى علوي بس مين كلكم؟ في خالد أنا وماما يعني. ولمية وحافظ وفرح وهنا عايز أعرف تفاصيل حكاية لا هي مش تفاصيل ولا حاجة وحصل ظروف واحدة قريبتنا يعني كان عندها المرض الوحش وتوفت وكده وماما تحملت مسؤولية الولد البيبي هو لسه طفل يعني ده قرار ماما مش قرار ليلى علوي؟ يعني ما مشترك. هو لا هو طبعا قرار مشترك مشترك ماما اولا واولا طبعا طبعا وانا ولمية وحافظ وشيوخ رجال دار الافتاء ورجال اشرحي لي بقى الحكايه انا محتاجه لا انا ما بحبش مني. اتكلم في حاجات يعني خاصه ببيتي قوي الا ان انا مش بقول بيتك بقى ما انا هقول لك معلش دي حاجه حاله انسانيه جميله انا احب اعرف ازاي اتعملت عشان دي حاجه حلوه للناس انها تعرف اتعملت ازاي ولا حاجة. عشان دي فيها انقاذ لطفل ودي مساله ان انت لو الناس سمعتها منك اعتقد ان ممكن يتاثروا وممكن تبقى مفيده للاطفال كتير بعد كده. انا مش بطلبها عشان اعرف معلومات خاصه عنك انما اعتقد ان الحكايه تستحق ان احنا نتكلم فيها يعني ولا شوية. حاجه لما هتلاقي النهارده واحد اتيتم وده يعني قريبك هي قريبك من بعيد لكن قريبك بلاش قريبك هتعمل ايه وانت شايف طفل كده ما هو نفس الحالات اللي زي دي بتدي مساعدات ماليه بتجيب بتدخل طب مدرسه طب الحمد لله بنعمل انما انت خدتيه معاكي في البيت يا ليلى هل ده بقى عندك في البيت يعني بقى ليه اوضه عندك في البيت في اوضه ماما وانت متابعاه لحظه بلحظه لا مش لحظه بلحظه يوم بيوم لان يعني عنده كم سنه يا ليلى لا عنده 6 شهور يا محمود ده بيبي ما اقدرش اسيب حاجه كده عنده 6 شهور 6 شهور يعني هو خدناه يعني خدناه قبل ما والدته تتوفى وهو يعني سرته كانت لسه ما وقعتش وهو والده فين؟ والده متوفي برضه متوفي من قبل وانت واخده قرار مع ماما واخواتك يعني الاسره كلها انكم الولد ده يبقى ابنكم الحمد لله وربنا يقدرنا يا رب يعني وسالنا في دار الافتاء وكده وسالنا يعني الشيخ فقال لنا كلمه كانت فظيعه جدا قال لنا دي نعمه ربنا انعمكم بيها اوعوا ترفضوها صحيح يتيم ده شيء لا دي نعمه لينا مش ليه هو دي نعمه لينا احنا فاوعوا ترفضوها ده ربنا رزقكم بيها فاوعوا ترفضوها بس هي الكلمه دي بقى وقفتنا كلنا من كل المخاوف والمسؤوليه والتعب وبعدين يعني ماما ما زالت مسؤوله عني وانا مسؤولياتي كتيره في شغلي ولمية عندها بنتين وام مثاليه جدا جدا يعني وزوجه مثاليه جدا يعني سابت شغلها ومامي بتشتغل ولمية سابت شغلها عشان دول اطفال محتاجينها عارف ازاي بس قلنا احنا راضيين بنعمه ربنا وربنا يقدرنا ونعمل البيت دلوقتي بيبي بيعيط وبتقومي تشوفيه بالليل ولسه الدكتور جاي له النهارده عنده نزله شعبيه وكده ودلوقتي هو عنده 6 شهور يعني انا كان طبعا قعدت في المسلسل مثلا 2.5 شهور مشغوله بيه جدا يعني انت عارف بقى تصوير طبعًا المسلسلات طبعًا فطبعا للاسف ما بس على الموبايل على طول طبعا لحظه يعني على الموبايل وقبل ما انزل وحتى لو رجعت متاخر اطلع اشوفهم نايمين صحيح عملت ايه في حياتي الحكايه دي ليه؟ عامله حاجه حلوه قوي عامله حاسه ان انا بقيت هاديه اكتر حاسه ان انا عندي حاجه بتسعدني زياده في حياتي مهما كنت انت عارف في البيت بيبقى الواحد ايه
نزل اوردر، عنده تليفون، عنده ميعاد، عنده دايما في حاله استعجال فظيعه كده، ما انتش مفيش هدوء، ما بتعرفش تلتقط الانفاس يعني. فبمجرد ما ببص له فبيضحك لي كده خلاص الهدوء جه والصبر جه وكل حاجه. بس الحكايه دي انا بسالها لك لانه دي هم من الناس كلها، كتير وعملت خش كذا مره. لا مش كذا مره والله، لا لا خالص، لا لا انا سالتك السؤال ده اول مره اسالك السؤال ده. شريك حياتك اختياره بقى صعب؟ هل صعب ان انا اتجوز او اي واحده تتجوز؟ لا من فكره الجواز حد ذاتها سهله، بس فكره سهله مش كده، لكن عطى بالظبط صعبه شويه، صعبه جدا، صعبه جدا جدا، صعبه جدا. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندي اصحاب لليلى البني ادمه مش لليلى